النهاردة طبعا نظرا للأجواء، الأجواء اللي احنا فيها طبعا ايه، هنبتدي المحاضرة النهاردة ان شاء الله على الزوم ميتنج. المحاضرة بتاع النهاردة عن البري كونسبشنال كير. اول حاجة هنتكلم عليها هي الدايجنوزس اوف بريجنسي. قبل ما نبتدي خالص عن البري كونسبشنال كير، هنتكلم على الدايجنوزس، هاو تو دايجنوز البريجنسي. عندي 3 حاجات. الصوت واضح يا جماعة مش كده؟ اه يا دكتور، الصوت تمام خالص. تمام. اول حاجه فيهم في الدايجنوزيس حاجه بريسامبتيف، حاجه بروبابلي، حاجه بوزيتيف ساين. الاول حاجه اللي هو البريسامبتيف دايجنوز بريجنسي، اللي هي حاجات زي الامينوريا، زي النوزيا والفوميتنج، زي سكين بيجمنتيشن، زي الاستراي جرافيديرا. دي كلها حاجات تقول لي ان العيانه دي احتمال تكون حامل. دي حاجات انريليتد لليوترس، ولا انريليتد للمذر، ولا انريليتد للبيبي. دي حاجات ايه الام بتيجي تشتكي منها. في حاجات probably diagnosis زي enlargement of the uterus, sensation of uterine contraction او fetal movement. في حاجه عليكم اسمها هيجر ساين. ايه هي دي؟ عباره عن softness of the junction between the corpus and the cervix. الست دي لو عملت لها يورين او سيرم pregnancy test هلاقيه بوزيتيف. يبقى كده ممكن يجي لك سؤال، لو بوزيتيف يورين او سيرم pregnancy test ده حاجه probably في diagnosis of pregnancy. حاجه بقى بوزيتيف ساين، حاجه شور ساين، حاجه هشوفها بعينيا او هسمعها بوداني، زي ان انا اشوف هيرنج فيتال هارت ساوند، سونوجرافيك فيجواليزيشن للفيتوس، او بيرسبشن اوف فيتال موفمنت باي ان اكسترنال اكزامينر، او بعمل اكس راي طبعا، بس ما بعملش اكس راي اثناء ايه الحمل. كل ده لخصناهم في السلايد ده. حاجات بريسامبتيف، حاجات بروبابلي، حاجات ديفينيتيف. البريسامبتيف اللي هو ان ريليتد لليوترس او للفيتوس، البروبابلي دي ريليتد لليوترس او المذر، الديفينيتيف دي ريليتد للفيتوس. البريسامبتيف زي ما بقول لك، الست تيجي تشتكي لي امينوريا، نوزيا نوزيا وفوميتنج، تيجي تشتكي لي من سكين سترايا، اي حاجه ده ان ريليتد لليوترس او للفيتوس. حاجه بروبابلي لو انا عملت للست دي بيتا اتش سي جي يورين، عملت البت دي سيرم بريجنسي تيست. حاجه ديفينيتيف زي ان انا ابص بالسونار الاقي البيبي، اسمع فيتال هارت ساوند، ابص على فيتال موفمنت. في حاجه تانية، كل ده قبل ده، كل ده مقدمه قبل ما ابتدي ادخل في موضوع اللي هو البري كونسبشنال كير. اهم حاجه ان انا هاو تو استابليش اوف ذا جيستيشنال ايج. عندي كذا طريقه. اول طريقه منهم حاجه اسمها الكونسبشنال ديت. ايه الكونسبشنال ديت ده؟ ده عباره عن ان انا بحسب نورمال بريجننسي ديوريشن بوست كونسبشن حوالي 266 يوم او 38 اسبوع. ده ببتدي من امتى يا جماعه؟ ببتدي بوست كونسبشنال. يعني ايه بوست كونسبشنال؟ يعني انا بحسب ال 266 يوم دول لما بيحصل بعد الاوفيوليشن. خلي بالك ممكن يجي لك سؤال، 266 يوم هتبتدي امتى؟ بوست كونسبشنال. طب الست مش عارفه بوست كونسبشن، انا مش عرفني انا حملت امتى، ولا عرفني انا حصل اوفيوليشن امتى. فالطريقه الثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ المنسترال ديتنج. ايه المنسترال ديتنج ده؟ سهل قوي، الست دي تعرف ميعاد الدوره بتاعتي، لكن ما تقدرش تعرف الاوفيوليشن امتى. لو الست دي عرفت ميعاد الدوره بتاعتها، يبقى انا هحسب 280 يوم او 40 اسبوع. نعيد تاني. يبقى انا ايه؟ عندي اول حاجه طريقتين. طريقه ان انا بحسبها من الكونسبشنال ديت، ده حوالي 266 يوم او 38 اسبوع. ده منين؟ بعد الكونسبشن. منين؟ بعد الاوفيوليشن. الله، طب انا مش عرفني الاوفيوليشن. في واحده سته تقول لك انا حصل لي الاوفيوليشن يا دكتور يوم كذا. مستحيل، لكن الستات سهل قوي انها تعرف ايه اللاست منستر بيريود. ده بتعرفه ازاي؟ تقول لها انت اخر دوره عليكي كانت امتى، وتحسب لها الديوريشن بتاع البريجنانسي على 266، لا على 280 يوم او 40 اسبوع. كل الاسبوعين الفرق دول بتوع ايه؟ بتوع الاوفيوليشن اللي احنا طرحناهم من ال 200 ال 280 هيطلع ل 266 اللي هو الاوفيوليشن، اللي هم الاسبوعين بتوع الاوفيوليشن. فعشان كده because of last menstrual period is more easily identified than conception pregnancy duration in most cases is determined to be 280 يوم او 40 اسبوع. من امتى؟
من اول يوم في اخر دوره من اللاست منستور بيريود. فهنا بيقول لك لو انا فرضت ان الست دي دورتها منتظمه زي الكتاب ما بيقول 28 يوم، فبيقول لي ان الاوفيوليشن هيحصل على اليوم ال 14، وهو ده الاسبوعين اللي احنا قلنا الفرق ما بين 280 و266. فبس المشكله في ايه؟ ان 10% بس من الستات اللي هي دورتهم زي الكتاب ما بيقول اللي هي 28 يوم، معظم الستات الدوره بتتراوح من 21 يوم ل 35 يوم. الصوت واضح يا جماعه؟ دكاتره تمام كويس خالص. بصوا بقى، يبقى احنا خلي بالك. تمام. بص يا جماعه، يبقى هنا نقطتين مهمين جدا هيفرقوا معايا جدا جدا جدا. لو جالك سؤال ان انت عرفت ازاي جستيشنال ايج بتاع الوليه دي او بتاع الست دي بوست كونسبشن، هتقول له يا بيه ده عباره عن 266 يوم او 38 اسبوع. ده من اول ما حصل كونسبشن لديوريشن بتاع البريجنسي. لكن من اول ما حصل لاست منستر بيريود ده 280 يوم. الاسبوعين دول جم منين؟ جم بتوع الاوفيوليشن، ده على اساس ان الست دورتها مسطره 28 يوم. لكن بيقول لك ان في 10% هم بس اللي دورتهم زي ما بنقول 28 يوم، الافرج يا اما اسبوع قبل 21 يوم يا اما اسبوع بعد 35 يوم. طيب ايه تاني؟ هنا هو بيقول لك نفس الكلام، 280 يوم او 266 يوم. 266 يوم بوست كونسبشن، 280 يوم من اللاست منستور بيريود. في حاجه مهمه جدا بتجيلك في الامتحان، حاجه اسمها النيجلي رول. ايه النيجلي رول ده؟ ده انا عرفت اللاست منستور بيريود يا فرحتي، وبعدين عرفت النهارده اول يوم في اخر دوره، قال لك تروح ضايف عليه 7 ايام وتطرح من 3 شهور، هيطلع لك حاجه اسمها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. عايز اعرف يا ست، تيجي تقول لك يا بي انا عايز اعرف هولد امتى. طب يا ست انت اول يوم في اخر دوره كان امتى؟ لو سالتها الاوفيوليشن بتاعك مين هيقول لك الاوفيوليشن؟ والست تعرف منين الاوفيوليشن بتاعها؟ طب ما انت قايل يا دكتور الاوفيوليشن بتاعها اليوم ال 14، دي الست المسطره اللي هو 28 يوم، واحنا قلنا الدوره بتاعه 28 يوم دي 10% بس من الستات. في ستات بتفرق اسبوع قبل او اسبوع بعد. فاحنا بنحسب من اللاست منستر بيريود. اه سهل قوي ان انا اعرف اللاست منستر بيريود، مش سهل ان انا اعرف الاوفيوليشن امتى. طب عرفت النهارده اول يوم مثلا الدوره جت لي بي يوم 1/11، اروح اعمل ايه؟ مزود 7 ايام على الايام واطرح 3 شهور من الشهور، يعني 1/11 يبقى الاكسبكتد ديت بتاعها كام؟ 7 و1 8، 11 اطرح منها 3 يبقى 8/8، يبقى سيادتك هتولدي يوم 8/8. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنزود 7 ايام. خلي بالك لازم تزود الايام الاول 7 ايام وتزود 9 شهور، او اطرح 3 شهور. احنا بنزود 9 شهور كده في العيادات، نروح مزودين 9 شهور زائد 7 ايام. طيب السؤال اللي جالهم الام سي كيو في امتحان بتاع سنه 6 اللي فات، وتقريبا كتير قوي غلط منه، اللاست منستر بيريود الخازوق بيجي لك ايه؟ اليوم الاخير، يعني جالك يوم 30/6، جالهم بالظبط كده 30/6 لاست منستر بيريود. اه احنا خدنا ايه؟ هنزود 7 ايام، 7 ايام و30 يبقى 37، في شهر 37؟ لا، يبقى ده 7 في الشهر الجديد. خلي بالك التركه هنا، يبقى 7 صح. طب هزود 9 شهور زي ما قال لي، 9 شهور او 9 شهور على شهر 6، او هطرح 3، هطرح 3 يبقى 3، لكن انا في شهر زياده اللي هو اللي انا زودته اللي هو بتاع ال 37 ده، انا زودت 7 وهاخد شهر زياده، يبقى الاكسبكتد ديت 7/4. خلي بالك دي جت ام سي كيو من اسبوعين، وكتير من الطلبه طلعوا ايه ده 7/3. لا ليه يا بيه؟ ما انت قول قايل تزود 9 شهور. ايوه 9 شهور و6 10 11 12 1 2 3 ايوه، بس انت السبعه اللي انت زودتها دي ما فيش شهر 37 يوم، فانت ابتديت 7 في شهر جديد. خلي بالك هتبقى 7/4. النقطه دي واضحه؟ اه يا شباب. طيب هنعيدها تاني، احنا عمالين نحزق ونتكلم ونشرح
قلنا بسهل قوي ان احنا نعرف الكونسبشن عن سهل قوي ان احنا نعرف لاست منستر بيريود من الكونسبشن. البوست كونسبشن قلنا هنزود كام يوم؟ قلنا هنزود 266 يوم او 38 اسبوع. اللاست منستر بيريود سهل قوي، الست تيجي تقول لك يا بي انا الدوره بتاعتي جت، تقطع ورقه النتيجه هي، تروح تقول لك اه الدوره بتاعتي جت يوم كذا، جايبه لك يوم ورقه النتيجه. قلنا ده حلو خالص، ليه؟ هزود 9 شهور قصدي 280 يوم او 40 اسبوع. طيب وبعدين عرفت اللاست منستر بيريود هطلع منين الاكسبكتد ديت؟ عن طريق النيجلو رول. ده ايه هو النيجلو رول ده؟ قال لك تزود 7 ايام، تبتدي من الاول تزود 7 ايام وتزود 9 شهور. طيب احنا عطينا مثالين، قلنا الوليه دورتها 1/11، ده مثال سهل جدا. زود يا بيه 7 ايام، 7 زائد 1 يبقى 8، 11 زود عليها 9 شهور او اطرح 3 شهور مش هتفرق، سواء تزود 9 وتطرح 3 مش هتفرق، يبقى احنا هتبقى هتطلع 8 8. المثال ده سهل ولا في مشكله؟ زودت 7 ايام على خانه الايام، وزودت 9 شهور على خانه الشهور، 7 ويوم 1 يبقى 8، 9 شهور و11 يبقى 8 شهر 8. ليه مش هقول 11 12 1 2 3؟ في 11 12 13 14، ما فيش شهر 13 14، احنا بعد 12 هنعد من الاول. النقطة دي سهلة؟ تمام. نيجي للنقطة التانية اللي هو الخازوق التاني، اللي هو يجيب لك الشهر من الآخر الشهر. آخر الشهر يعني مش هبتدي أنا من يوم واحد، لا هبتدي من يوم 30، من يوم 25. فاهم أنت؟ ليه؟ عشان ألخبطك في إيه؟ إن أنا لما أنت قلت لي أزود 7 أيام على خانة الأيام، لو جالهم في الامتحان 30 6، انا هزود 7 ايام، قال لنا كده يبقى 37، في شهر في 37 يوم، مفيش، يبقى انا هبتدي اقول 7 بعد 30، هبتدي 1 2 3 4 5 6 7. طب خلي بالك انا في شهر كده واخده زياده. طب وقال لي شهر 6 ده 30 6، هزود 9 شهور على 6، 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3. ايوه بيبقى 7 3. لا غلط. ليه؟ عشان انت في شهر مستلفه من الجاي، من اللي هو ال 37، مفيش يوم 37 يا جماعه، مفيش شهر قصدي 37 يوم، فاحنا هنقول 7 من الشهر الجديد، فانا هزود شهر جديد، مش هتبقى 7 3 هتبقى 7 4. ندي مثال تاني، اخر يوم في الدوره يا بيه يوم 25 6، هنبتدي نفس القصة 25 26 27 28 29 30 1 2، يبقى 2 وازود شهر، ازود شهر، هضيف 9 شهور على خانة الشهور وازود شهر. فهمت الدنيا ماشية ازاي؟ المشكلة دي فين؟ المشكلة دي في الشهور اللي هي من 25، من 26، 27، 28، 29، 30، هي دي. ليه؟ عشان السبعة لما اجي اضيفها الشهر خلص، فهستلف شهر جديد هزوده. النقطة دي واضحة؟ تمام يا جماعة. في بيقول لك تاني اقدر احسب الجستيشنال ايج عن طريق البيزل بودي تمبريتشر. ايه البيزل بودي تمبريتشر تشارت؟ الوليه دي بعد الاوفيوليشن هتعرفوا حاجه اسمها هاو تو ديتكت اوفيوليشن. الست دي اول ما بيحصل اوفيوليشن بيبتدي يفرز حاجه اسمها البروجستيرون. البروجستيرون ده ليه ثيرموجينيك افكت. الست دي في يوم الاوفيوليشن ده تيجي تقول لك يا بيه انا حسيت ان انا في سخونه او في درجه حراره بتاعتي عاليه. ده ليه؟ عشان الثيرموجينيك افكت بتاع البروجستيرون اللي طلع بعد الاوفيوليشن. طلع منين ده؟ اول ما بيتكون حاجه اسمها الكوربس ليوتيا، بس الاكيورسي بتاعته بلس اور ماينس 1 ويك. ده طريقه ثالثه عايز اعرف منها ميعاد، امتى ميعاد الحمل ده عمره قد ايه. اول حاجه قلنا البوست كونسبشن، وقلنا البوست كونسبشن ده 266 او 38 اسبوع. تاني حاجه من المنستريشن، عرفنا اللاست منستر بيريود وقعدنا نحزق هنزود اسبوعين، قلنا بدل 266 هتبقى 280 او هتبقى 40 اسبوع. وخدنا نقطتين مهمين في اللاست منستر بيريود دي،
اول حاجه عرفنا هاو تو كالكوليت الاكسبكتد ديت اوف ديليفري اكوردنج تو اللي هو النيجلي رول، قلنا نزود 7 ايام ونزود 9 شهور، وخدنا التركه بتاعه الشهور اللي هي من 25 ونازل، هزود شهر زياده على ال9 شهور اللي هضيفها في خانه الشهور. تاني نقطه مهمه جدا بتتسالوا فيها، اللاست منستر بيريود اللي انت عماله تشرح لنا دي اعتمد عليها امتى؟ هنقولها. بص يا جماعه، المينسترال ديتينج احنا قلنا ان هي لو قلنا الوليه بتاعتنا مسطره قلنا الاوفيوليشن بتاعها بيحصل على اليوم ال14، ده بحساب ان دورتها ايه؟ انك بحساب ان دورتها 28 يوم، لكن هنا بيقول لك ايه؟ الاوفيوليشن حصل على اليوم ال14، لكن النورمال منسترال سايكل زي ما قلنا يا اما 28 يوم ده اللي هي المسطره، لكن ممكن قبليها باسبوع 21 يوم او بعدها باسبوع 35 يوم. الله، طب ما كده الاوفيوليشن اليوم ال14 ده مش شرط، مش قاعده، فقال لك ده ممكن يبقى اليوم السابع او ممكن يبقى اليوم ال21 اكوردنج لايه؟ للدوره بتاعه الست. بيقول لك بيكوز موست وومن سايكل ار مور اور ليس ذان 28 يوم، فادجستمنت اوف كالكوليشن بتاع الاكسبكتد ديت اوف ديليفري مي بي مهم جدا عشان اقدر اعرف، لازم اعرفه. فعشان كده بيعتمدوا على ايه؟ اول حاجه اللاست منستر بيريود دي هي دي اللي احنا ماشيين عليها، اللي هي موضوع ال7 ايام وال9 شهور، ده اللي انا هطلع منه الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. هنا لا دي الطريقه الثانيه اللي هو السونار. هو عايز يقول ايه في السلايد هنا؟ عايز يقول في السلايد هنا يا جماعه ان مفيش واحده الدوره بتاعتها كتاب مسطره، بيقول لك واحده دورتها 28 يوم طبيعي، 29 يوم طبيعي، واحده دورتها 22 يوم طبيعي، 23 يوم، 24، 25، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 35 يوم، من 21 يوم ل 35 يوم طبيعي. فكده معاد الاوفيوليشن هيختلف، فعشان كده الاوفيوليشن ما بقدرش اعتمد عليه. عشان الاوفيوليشن احنا قلنا ايه؟ لو الست دي دورتها 21 يوم ده الاوفيوليشن هيحصل على اليوم السابع، لو الست دي دورتها 35 يوم الاوفيوليشن هيحصل على كام؟ على اليوم ال21 يوم. انت عرفت منين الكلام ده؟ ان في حاجه اسمها اليوتيل فيز. ايه اليوتيل فيز ده؟ دول هناخدهم دلوقتي في السلايد اللي بعد اللي جاي. دول عباره عن 14 يوم فيكسد بعد الاوفيوليشن. يعني ايه؟ يعني الست دي دورتها 28 يوم، 14 يوم بتوع اليوتيل فيز فيكسد، يبقى 14 يوم يبقى حصل الاوفيوليشن بتاعها على اليوم ال14. طيب الست دي لو دورتها 21 يوم، ال 14 يوم اليوتيل فيز يبقى حصل اوفيوليشن على اليوم السابع. طب الست دي لو دورتها 35 يوم، اليوتيل فيز الاسبوعين دول فيكسد، يبقى الست دي حصل اوفيوليشن على اليوم ال21. فهو ده اللي بيقول لك عليه، بيقول لك ان في نورمال منسترال سايكل فاري فروم 21 ل 35 ميكينج الاوفيوليشن من اليوم السابع او لليوم ال21. ليه؟ عشان كل الستات دورتها يا اما اكبر يا اما اقل من 28 يوم. النقطه دي هنشرحها بعد 2 سلايد، خلي في بالك معايا. هنا ايه تاني بقدر اعتمد عليه عشان احسب الاكسبكتد ديت او كالكوليت جيستيشنال ايج؟ حاجه اسمها الالترا ساوند. فبيقول لك الاكيوريسي اوف الترا ساوند في جيستيشنال ايج ديبند، ان انا بعمله بدري، كل ما بعمل السونار ده بدري. لو الست جايه يا ست جات لك امتى اخر دوره؟ عبن اول. يعني ايه عبن اول؟ ما اعرفش، من ساعه ما جه ابو محمد من الجيش. ايه هو ده؟ انا مش عرفني امتى جات لك ابو محمد ولا عبن اول ده امتى. فبيقول لك كل ما تعمل السونار بدري للست دي كل ما تقدر تعرف الاكسبكتد ديت بتاع الدليفري امتى. وده سهل قوي عليا بالسونار، ان انا ايه تك بزرار بالسونار اروح باصص، ما نقيس حاجه اسمها مثلا لو الست دي جايه لي في الفيرست ترايمستر حاجه اسمها كراون لامبلنس، لو الست دي جايه لي بعد كده حاجه باي بريتال دايمتر، هدوس زرار الاكسبكتد ديت اوف ديليفري هيطلع لي على طول. بس كل ما يكون السونار ده بدري عاملاه في الفيرست ترايمستر كل ده ما يكون احسن ليا. هنا بيقول لك الديفرنس بتوين المينسترال ديت والالترا ساوند في ويز النورمال، فاعتمد على المينسترال ديت.
لكن لو في فرق بين الاثنين هعتمد على الالترا ساوند. الديفرنس بين المينستوال ديت اند الالترا ساوند اوتسايد النورمال رينج اوف فاريشن، يعني النورمال رينج اوف فاريشن يعني ايه؟ يعني اسبوع تقديم اسبوع تاخير، ده طبيعي ما فيش مشكله، هعتمد على اللاست مينستوال بيريود. لكن لو السيتي دي فرق اكتر من 10 ايام او اكتر من اسبوعين، لا هعتمد على الالترا ساوند هو ده. وكل ما اعمل السونار بدري كل ما يساعدني اكتر ان انا اعرف عمر الحمل ده قد ايه. هنا النقطة اللي أنا بحكي لكم فيها يا جماعة، اللي قلت لكم بعد سلايد أو اتنين، إيه هو؟ أول شريحة دي اللي فوق خالص، قال لك هنا الولية المسطرة اللي بنحكي فيها، قال لك 4 أسابيع سايكل، الولية دي دورتها 28 يوم. الخط السهم الأحمر ده اللي هو رقم 3 و4، دول التو ويك اليوتيال فيز، دول والله الست دي دورتها 21 يوم تو ويك اليوتيال فيز، الست دي دورتها 28 يوم تو ويك اليوتيال فيز، الست دي دورتها 35 يوم تو ويك ليوتيال فيز. اللعب كله فين؟ في قبل التو ويكس دول اللي هو البروليفراتيف فيز، ده اللي بيبقى لو الست دي دورتها 21 يوم تلاقيه اسبوع، لو الست دي دورتها 35 يوم تلاقيه 3 اسابيع. فنبتدي اول واحده خالص اللي هي فوق خالص دي، قال لك الست المسطره دي دورتها 28 يوم، حطيت لك الخط بالسهم الاحمر ده اللي هو 3 و4، قال لك ده 2 ويك ليوتيال فيز، وواحد واثنين ده اللي هو 2 ويك بروليفراتيف فيز. قال لك الاوفيوليشن هنا حصل على اليوم الكام؟ اليوم ال 14، دول بس 10% من الستات. طب ننزل تاني، قال لك الثلاثه ويك سايكل، يعني الست دي دورتها 21 يوم، كل ده طبيعي، 2 و3 اللي هم اليوتيال فيز، واحد اللي هو الاسبوع بس بروليفراتيف فيز. هنا حصل الاوفيوليشن على اليوم الكام؟ السابع. نيجي للدياجرام الاخير، 5 اسابيع، الوليه دي دورتها 35 يوم، كل ده طبيعي، اربعه وخمسه اللي هم اليوتيال فيز، واحد واثنين وثلاثه اللي هو البروليفراتيف فيز. احنا قلنا اللعب كله فين؟ في البروليفراتيف فيز. الوليه المسطره اللي هي دورتها 28 تو ويك بروليفراتيف فيز، الوليه اللي هي 3 اسابيع اللي هي 21 يوم دورتها 1 ويك ليوتيال فيز 1 ويك بروليفراتيف فيز، الوليه اللي هي 35 يوم 3 اسابيع بروليفراتيف فيز. الفيكسد ايه؟ اليوتيال فيز الاسبوعين دول. فعشان كده الاوفيوليشن اختلفت، الوليه المسطره الاوفيوليشن بتاعها اليوم ال 14، الولية اللي هي ال 21 يوم الاوفيوليشن بتاعها اليوم السابع، الست اللي هي دورتها خمس اسابيع او اللي هي 35 يوم الاوفيوليشن اليوم ال 21. عشان كده ما بقدرش اعتمد على الاوفيوليشن، مين هيعرف الاوفيوليشن؟ لكن اقدر اعتمد على اللاست منستر بيريود. اللاست منستر بيريود زي ما قلنا بنعمل ايه؟ اللي هو عباره عن 40 اسبوع او 280 يوم. وطلعنا الرول اللي انا اقدر اعترف منه الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. النقطه دي والسلايد الثلاثه دول مفهومين؟ الثلاث رسومات دول تمام؟ يبقى انا لما اجي لك في الامتحان واجي اقول لك الوليه الاربع اسابيع الدوره بتاعتها الاوفيوليشن على اليوم الكام؟ على اليوم ال 14، الولية الثلاث أسابيع الأوفيوليشن بتاعها على اليوم الكام؟ اليوم السابع، الولية ال 35 يوم أو الخمس أسابيع الأوفيوليشن بتاعها على اليوم الكام؟ على اليوم ال 21. الله ينور عليكم. هنا بقى آخر حاجة بس دي عايزين نقولها، إيه هو ده؟ فاكرين إن إحنا عمالين نتكلم على الولية المسطرة اللي هي 28 يوم، قلنا ايه؟ قلنا ان احنا هنحسب الاوفيولي، هنحسب ايه؟ هنحسب الجستيشنال ايج ازاي؟ قال لك يا اما قلت لنا انت يا اما 40 اسبوع من اللاست منستر بيريود، يا اما 38 اسبوع من بوست كونسبشن او بعد الاوفيوليشن او افتر فيرتلايزيشن. فقال لك القرايتين دول متشابهين، هيطلعوا الديت مع بعض زي بعض. دي الولية ايه؟ المسطرة اللي هي الدورة بتاعتها ايه؟ 28 يوم. الاوفيوليشن بتاعها هيحصل على اليوم الكام؟ على اليوم ال 14، اللي هي بنحسب البوست كونسبشن
38 اسبوع او 266 يوم، او بحسب من لاست منستر بيريود من اول يوم في الدوره 40 اسبوع او 280 يوم. الاسبوعين دول الفرق ده عشان الاوفيوليشن حصل في اليوم ال 14 في الوليه المسطره. تمام. الشريحه الثانيه، الوليه عين اللي دورتها 21 يوم، مش عيني، هو ده طبيعي طبيعتها بتجي لها كل 21 يوم، قصدي بتقعد واحد دورتها بتيجي كل 21 يوم. دي قلنا اليوتيل فيز قد ايه؟ لازم اسبوعين. البروليفراتيف فيز اسبوع واحد. الاوفيوليشن حصل على اليوم السابع. فانا لما احسب الاكسبكتد ديت من الاوفيوليشن هيطلع قبل الميعاد بتاع الولاده بتاعتها، قبل ما بحسبه عن الفيرست داي اوف لاست منستر سايكل. فعشان كده قال لك في الثلاثة ويك سايكل الترو ديت ترو ديو ديت ايرلي ذان جيستيشنال ديو ديت. يعني ايه؟ يعني الديت اللي انا حسبته اللي هو 266 يوم اللي هو بعد الاوفيوليشن. ليه؟ عشان الاوفيوليشن حصل على اليوم ال 14؟ لا، ده الاوفيوليشن حصل على اليوم الكام؟ السابع. ركز معايا، مفهومه النقطه دي؟ فهتلاقي الديت اللي انا هحسبه من الاوفيوليشن سبق الديت اللي انا هحسبه من اللاست منستر بيريود. اللاست منستر بيريود ده بيعتمد على اول يوم في اخر دوره اللي هم ال 40 اسبوع. لكن المشكله في الديت بتاع الاوفيوليشن حصل بدري، مش زي الوليه المسطره على اليوم ال 14، لا ده حصل على اليوم السابع. فعشان كده البدري ده جاب لنا الديت بدري عن الديت بتاع اللاست منستر بيريود. بصوا النقطه دي مش بتجيلك بس، دي عشان تبقى فاهمها. يعني ايه؟ انت مالكش دعوه، مش هتخصم ولا حاجه. انا بقول لك عشان كده مش هتخصم ولا مثال ولا بيجي لك في الامتحان. ده انا بقوله لك ليه؟ ده انا بقوله لك عشان تعرف ان احنا اعتمدنا على اللاست منستر بيريود هو ده الاصح، ان انا احسب الايج او ان انا احسب الوليه دي حامل وميعاد ولادتها امتى. الاوفيوليشن سبق فعطاني ميعاد بدري، او زي الوليه الاوفيوليشن بتاعها اتاخر فهيديني ميعاد مأخر عن اللاست منستر بيريود. دي مالها، دي ما بيجيش في الامتحان، دي نقطة ليك انت تفهمها. ليه انا اعتمدت على اللاست منستر بيريود؟ عشان الولية مش ممكن تنسى دورتها، لكن الولية ممكن تعرف الاوفيوليشن بتاعها، الشهر ده قدم الشهر ده اخر. ليه؟ عشان ممكن تبقى مسطرة يحصل على اليوم ال 14، ممكن تبقى دورتها 21 يوم تجي لك على الاوفيوليشن على اليوم السابع، ممكن دورتها 35 يوم تجي لك على اليوم ال 21. فعشان كده فرق يا اما قبل يا اما بعد اللاست منستر بيريود. فهمت النقطه دي؟ نعيدها تاني لو مش مفهومه. يا دكتور معلش سرعه للمقاطعه. ايه يا باشا؟ معلش اسف على مقاطعه حضرتك. اتفضل يا حبيبي. قاعد 4 دقايق بس على الميتنج، فممكن نفس الميتنج ده واعمل لينك جديد؟ ماشي مفيش مشكلة، بس اخلص الشريحة دي. تمام ماشي، الوقت اهو قدام حضرتك فوق، قاعد 4 دقايق و10 ثواني. طيب خلاص، انا اقفل عليا، انا لما اخلص اقفل وقول لي ابعت اللينك الجديد. ما هو الميتنج بعد 4 دقايق هيفصل لوحدي، وانا هبعت لحضرتك اللينك. طيب. ماشي يا باشا. تمام. فهمتوا يا جماعة النقطة دي؟ النقطة دي مش بيجي لك فيها حاجة، بس النقطة دي تبقى فاهمها. فاهمها ازاي؟ ان انا اعتمدت على الوليه المسطره اللي هي 28 يوم، هيطلع الديت بتاع الاوفيوليشن اللي هو بوست كونسبشن او بوست اوفيوليشن مساوي للاكسبكتد ديت بتاع اللي انا حسبته من اللاست منستر بيريود. الاثنين هيطلعوا زي بعض. ليه؟ عشان الاوفيوليشن حصل مسطره عن يوم ال 14، وهم دول الاسبوعين بدل اللي احنا قلنا 266 و280 يوم. لا، دي الست دي دورتها بتيجي كل 21 يوم، يبقى الاوفيوليشن حصل بدري. فلما اعتمد على الاوفيوليشن التاريخ بتاع الاوفيوليشن الديت هيطلع لي بدري عن الديت بتاع اللاست منستر بيريود. طب انا الاوفيوليشن حصل متاخر في الوليه اللي دورتها 35 يوم، يبقى هيديني ديت مؤخر عن الديت بتاع اللاست منستر بيريود. اتفهمت النقطه دي؟ عايز الفيدباك بتاعكم، ايه الاخبار؟ فهمت؟
تمام يا رجاله ماشي. بعد كده حته مهمه ابتديت اخش في موضوع اهو، ايه اللي انا عايز اعرف؟ بري نيتال ريسك فاكتور، الحالات اللي هي الريسك دي اقدر اعرفها ازاي؟ كل ده ابتديت اخش في الايه، في البري كونسبشنال كير. اول حاجه عن طريق الاوبستاتريك هيستوري. ايه اللي عن طريق الاوبستاتريك هيستوري؟ اعرف النمبر اوف بريجننسي، الست دي كل ما زادت حالات الولاده ولدت 5 6 مرات، في حاجه اسمها جراند مالتي بارا. الله، طب ده انا ولدت 5 6 مرات ده حلو؟ لا خالص، ده ريسك. اكتر من 5 مرات حاجه اسمها ريسك، هاي ريسك، ان انا ادخل العيانه دي اكتر من 5 مرات في ولاده ده ريسك. تاني حاجه البريجننسي ديوريشن، الست دي بوست ديت، الوليه اللي في حمل اللي فات حصل ان انا عديت معادي في التاسع ولا لا. ثلاثة الكومبليكيشن، ايه اللي حصل في الحمل ده؟ انا جالي ضغط وجالي سكر، طب وارد انه يتكرر ولا مش وارد؟ كل ده لازم مهم. المود اوف ديليفري، الست دي ولدت طبيعي ولا سيزيريان سيكشن، والبرينيتال اوت كام. يبقى اول حاجه عن طريق الاوبستاتريك هيستوري. ثاني حاجه الميديكال هيستوري، الست دي دايابيتك، الست دي هايبرتنسيف، الست دي بتاخد ادويه كاردياك ثايرويد، الست دي عندها ابيليبسي انيميا. عن طريق السوشيال هيستوري، ايه السوشيال هيستوري ده؟ education level بتاعها، الماريتال ستيتس اخباره ايه، السوشيال سبورت ايه، تاني family history، الحاجات الوراثيه في العيله، inherited disease، disability birth defect، prenatal death حصل ولا لا، اللايف ستايل، الست دي بتاخد دراجز، الست دي الكحول، الايتنج ديس اوردر والتراتوجينيك، الاكسبوجر للاكس راي، التوكسينز والكيميكالز، كل دي هاي ريسك. اخلي بالي وانا باخد الهيستوري ان العيانه دي ريسك. النورمال بريجننسي، ايه الايفنت اللي بتحصل في الفيرست وفي السكند وفي الثيرد تريمستر؟ اول حاجه احنا بنعتبر ان الست دي دورتها مثلا 40 اسبوع، فالفيرست تريمستر ده قال لك اول 13 اسبوع، هو ده اسمه الفيرست تريمستر. في نورمال سيمتوم، ايه اللي بتحصل؟ الست دي تيجي تقول لك انا بي اصحى الصبح ترجيع، تفافه في بقي، تعبانه، البريست بيبقى انلارجد، في فريكوانسي اوف يورينيشن، كل دي نورمال بريجننسي ايفنت في الفيرست تريمستر. ممكن يحصل لها سبوتنج وبليدنج في 20% من الحالات، بس خلي بالك 50% بيعدي الحمل، بس في حاجه ممكن يحصل لها ثريتند ابورشن، فانت لازم تديها نصايح. بص يا ستي، دي حاجه اسمها ثريتند ابورشن، ان شاء الله خلي بالك ترتاحي، مفيش جماع طلوع ونزول كتير، لا، وممكن ايه سبورت. بص يا رجاله، احنا وقفنا عند النورمال بريجننسي، تمام كده. بص يا باشا، هيبتدي الفيرست تريمستر. الفيرست تريمستر ده اول 13 اسبوع، ايه الحاجات اللي هتحصل نورمال فيه؟ الست هتيجي تقول لك نوزيا وفوميتنج، اول ما الست دي تعرف انها حامل بيشيلوها لك 4 ويجيبوها لك العياده. ايه دي؟ ما بتاكلش يا بيه خالص، كل ما بنديها الاكل قع وترجيع وتفافه وبوجه، يعني هتجرفك في عيشتك. نوزيا وفوميتنج ده لازم الفيرست تريمستر، بطلانه على طول، هتخش الحمام كتير، كل ده تقول له ايه؟ ده طبيعي لازم يحصل في الفيرست تريمستر. نزل عليا نقطتين دم، ده طبيعي، ان 50% ان شاء الله يا ستي هتعدي زي الفل، ما فيش حاجه، بس انا خايف في الفتره دي ممكن يحصل سبونتينيوس ابورشن. الافرج ويت جين حوالي من 5 تو 8 باوند. طيب السكند تريمستر، احنا قلنا اول 13 اسبوع ده الفيرست، ده من 13 اسبوع لغايه 26 اسبوع. الست دي تيجي تشتكي من الم اسفل البطن، هتبتدي الاعراض الاولانيه بتاع الفيرست تريمستر احسن، تيجي تقول لك النوزيا والفوميتنج خف، الفريكوانسي بتاع اليورينيشن اقل شويه، بيقول لك نورمال سيمتوم ار ان امبروفد فيلينج اوف جنرال ويل بينج. راوند ليجامنت بين، اللي بتيجي تشتكي الراوند ليجامنت مكان الراوند ليجامنت، اللي هتيجي تقول لك ايه؟ تحت البطن يا بيه، اسفل بطني، مكان ايه؟ في خن وركي واجعني، الحتت دي هتيجي تشتكي منها. في حاجه اسمها البراكستون هيك كونتراكشن. ايه البراكستون هيك دي؟ دي بتبقى بينلس كونتراكشن، لو انتنستي، لونج ديوريشن. دي الست دي بتحسها اول 14 اسبوع، بتقول لك از كان بي بالبيتد از ايرلي از 14 اسبوع. براكستون هيك كونتراكشن دي الست تيجي بتيجي تشتكي لك من ايه؟ تيجي تحس كده، هي بينلس خلي بالك، بس تيجي تقول لك في ايه؟ في تقل يا بيه من تحت، بالظبط كده، اسفل البطن كده بيبقى في تقل. تيجي لو الست دي ناصحه فيرست تريمستر، في السكند تريمستر، تيجي تقول لك يا بيه انا حسيت في لعص في بطني. ايه لعص في بطني ده؟ حاجه اسمها كويكنينج، اللي هي ماتيرنال اويرنس اوف فيتال موفمنت.
دي بتحسه امتى؟ في اول الخامس 18 ل 20 اسبوع، دي في الوليه اللي اول بطن ليها اللي هي البرايم جرافيدا. لكن ممكن تحس قبل كده ليه؟ عشان عندها خبره، ولدت قبل كده فعارفه بطن واثنين وثلاثه، فبتفيل بدري على 16 ل 20 اسبوع في الست المالتي جرافيدا. بالست دي بتزيد 1 باوند بير ويك كل اسبوع بعد 20 اسبوع. طب ايه المشكله بتاعت اللي بتحصل في السكند تريمستر؟ في الفيرست قلنا ابورشن، الست دي ممكن تسقط، لكن هنا في حاجه اسمها الانكومبتنت سيرفكس. ايه هو ده؟ بينلس سيرفايكال دايليتيشن تؤدي الى ولاده نون فايبل فيتس. بريماتيور رابشر اوف ميمبرين ممكن يحصل، وبري تيرم ليبر ممكن يحصل. يبقى السكند تريمستر قلنا كل اعراضه ايه؟ اعراضه ان هو ده اول 13 اسبوع، ده الفيرست، ده من 13 ل 26 اسبوع الست دي بتحس انها احسن شويه، الم اسفل البطن، براكستون هيك كونتراكشن هتحصل لها، في حاجه انها بتبتدي سنسيشن للفيتال موفمنت. امتى وامتى؟ لو الست دي برايمي او الست دي مالتي. يبقى عشان كده ممكن يجي لك سؤال الديت اوف كويكنينج، الست دي بتحس حركه البيبي امتى؟ في البرايمي جرافيدا ويلخبطك، وفي المالتي جرافيدا امتى؟ الثيرد تريمستر ايه اللي بيحصل؟ لا احنا قلنا اول 13، من 13 ل 26، احنا قلنا من 26 ل 40 ده الثيرد تريمستر. الست دي بتبتدي ايه؟ ديكريز الليبيدو، لور باك ايك، ليج بين، يورينري فريكوانسي، وبراكستون هيك كونتراكشن هتفضل مستمره معايا. بيحصل حاجه اسمها اللايتنينج. ايه اللايتنينج ده؟ ده عباره عن ريليف للديزنيا. يعني ايه؟ الست دي تيجي تقول لك انا مثلا في الشهر دلوقتي، انا بتكلم مثلا الوليه دي في الشهر الكام؟ الست دي مثلا في الشهر التاسع، جايه تقول لك يا بيه النفس بتاع العيل، نفسي ما كنتش قادر اخده، دلوقتي الحمد لله نفسي اتحسن شويه، بس حصل حاجه اسمها بيلفيك بريشر سيمتوم، بخش الحمام كل 5 دقائق. فاللايتنينج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريليف للديزنيا. ليه؟ عشان حصل ديسنتو فيتال هيد في البلفس، فبيحصل ايزي ماتيرنال بريسنج، وبيحصل حاجه اسمها بيلفيك بريشر سيمتوم. الست دي انا اخش الحمام اطلع عايز اخش تاني، حاسه بتقل يا بيه، حاسه ان انا لسه بعمل حمام، لسه ما خلصتش الحمام، في شويه بول تاني عايز اعملهم. ليه؟ عشان حصل ديسين او حصل حاجه اسمها انجيجمنت. العيل ده كان طابق على نفسها في الكام؟ في الخامس، في السادس، في السابع. دلوقتي اول ما ابتدي نزل وحصل له انجيجمنت، او اول ما ابتدي يحصل له ديسنت اوف فيتال هيد، ابتدت الست دي ريليف للديزنيا. هو ده اللي اسمه اللايتنينج، ريليف للديزنيا او ايزي ماتيرنال بريسنج. طب تبتدي تشتكي من ايه تاني؟ تشتكي من بيلفيك بريشر سيمتوم. ايه بيلفيك بريشر سيمتوم؟ الفريكوانسي كتير، انكمبليت يورينيشن، لور باك ايك، اللور ابدومينال بين. بيحصل حاجه اسمها بلادي شو. ايه البلادي شو ده؟ قبل ميعاد الولاده، ده عباره عن سيرفايكال ميوكس وعباره عن بلاد، نقطه بلاد بتنزل. ده عباره عن ايه؟ فاجينال باسج اوف بلادي اندو سيرفايكال ميوكس ذا ريزلت اوف سيرفايكال دايليتيشن بيفور ليبر. ده بيحصل امتى؟ قبل الليبر على طول. يعني ايه؟ دي علامه من علامات الولاده. تيجي الدايه تقول لك دي نزلت يا بيه عليها الشو، او نزل عليها علامه الولاده. البلاد ده بيحصل منين؟ والميوكس ده بيحصل منين؟ البلاد ده بيحصل نتيجه سيبريشن بتاع الفيتال ميمبرين من اللور يوتراين سيجمنت، فبتنزل نقطه بلاد. طب السيرفايكال ميوكس ده، ان السيرفكس ده بيبقى مقفول بحاجه اسمها سيرفايكال او ميوكس بلاج. اول ما السيرفكس يبتدي يفتح تنزل نقطه الدم مع الميوكس، حاجه اسمها شو، او حاجه اسمها بتاع ده، علامه من علامات الولاده. الداية او اي الست تيجي تقول لك نزل عليا حاجه معرقه بدم، حاجه مزحلقه معلقه بدم. الكومبليكيشن ايه اللي ممكن يحصل؟ الكومبليكيشن يحصل بريماتيور رابشر اوف ميمبرين، بيحصل بري تيرم ليبر، يورينري تراكت انفكشن، انيميا، والدايابيتس، كل ده وارد يحصل في الثيرد تريمستر. هنا نقطة تانية اللي هو normal pregnancy complaint. كل ده أنا بتكلم على إيه؟ أول حاجة عرفنا how to diagnose the pregnancy، تاني حاجة عرفت إن أنا أحسب gestational age إزاي، تالت حاجة عرفنا الريسك فاكتور اللي هي الهاي ريسك عن طريق الهيستوري، قلنا عن طريق الميديكال وعن طريق السوشيال وعن طريق الأوبستاتريك وعن طريق الفاميلي وعن طريق الباست هيستوري. رابع حاجة بتكلم على الايفنت، وقلنا اول فيرست ترايمستر وسكند ترايمستر وثيرد ترايمستر. خامس حاجة هنقولها اللي هي النورمال بريجننسي كومبلين. الولية دي الكومبلين بتاع الحمل كله، بتيجي تشتكي من مفيش واحدة حمل، الحمل ده حاجة فيسيولوجية، الحمل ده مش مرض.
الحمل ده حاجه فسيولوجيه هتحصل هتحصل. الموضوع ده يا جماعه هديه لكم الدكتور علاء بالتفصيل، بس احنا هناخد عناوين عشان لسه التقيل ورا. تيجي تشتكي من باك ايك، تيجي تشتكي من بليدنج اوفر جامز، تيجي تشتكي من بريست انلارجمنت وبريست تندرنس، حاجه اسمها الكاربال تانل، تيجي تقول لك انا حاسه بيه نمبنس وتنجلنج وبرننج سنسيشن في صوابعي اللي بيها سبلايد باي ميديال نيرف، تيجي تقول لك يا بيه وشي اتشوه كله، في علامات بقى اللي هي الماسك بتاع البريجنسي، حاجه اسمها كلوازما اوف بريجنسي، او حاجه اسمها ايه اللينيا نيجرا، في بيجمنتيشن من الامبلايكس لغايه بطنها تحت، حاجه خط كده بيبقى اسمه لينيا نيجرا، في خطوط على جنب بطني حاجه اسمها استرايا، حاجه اسمها الكلوازما اوف بريجنسي، كل ده هتبتدي تشتكي منه. تيجي تشتكي البلاد بريشر بتاعها بيوطى اثناء الحمل، يا بيه انا دايخه على طول، جاي لي بالنوم الحمل كله، عندي ضغط واطي، كل ده عايز ايه؟ ان انت تقول لها ما تقوميش مره واحده، كل ده يعني محاضره كامله مع الدكتور علاء. الست دي تعبانه على طول، الست دي هتيجي تشتكي ان ايه الهير بيقع، عندي صداع على طول، ليك كرامب رجليا وبقوم من رجل من النوم على شد عضلي، تسبورت وتديها كالسيوم، كل ده ايه بيحصل مع الحمل. زي ما بقول لك بيجوا يشيلوها اربعه تفافه وترجيع وغمامان ومش قابله اللحمه ولا قابله الفراخ، تنصحها انها يا ستي تقسمي اكلك، ما فيش حاجه اسمها افطار وغدا وعشاء، تقسمي اكلك 6 وجبات، كل وجبه حاجه خفيفه خالص، الحاجات دي كلها. النتيجه تشتكي لك من النوز بليدنج، الاستريتش مارك، الستريس انكونتيننس، والفاريكوس فين، كل ده نورمال فايندنج. كل حاجه هتقول لك ايه العلاج بتاعها كله بيبقى كونزيرف، كل ده باسباب الحمل ايه، الهرمون بتاعت الحمل البروجسترون بيعمل ريلاكسيشن، فالبروجسترون بيعمل لها ريلاكسيشن للسموث ماسل، تيجي تقول لك رجليا خراطيم يا بيه، العلاج بتاعها بقى انت لو على حسب الديجري بتاعت الفاريكوس فين، تنام تقول لها تنام ترفع رجليك على مخدتين ثلاثه، تحولها مش عارف اللي بتاع الفاسكولار، يلبسها شراب، يديها حاجات، يعني كل الحاجات دي هتفهمها ان دي حاجات كلها نورمال، وكل الحاجات دي وارد انها تحصل اثناء ايه البريجنسي. خامس او سادس نقطه الاميونايزيشن، في حاجه سيف وفي حاجه ان سيف. الست دي تقول لك التطعيمات يا بيه اللي اجي اخدها اثناء الحمل ايه، فبيقول لك السيف اميونايزيشن اللي هو الانتيجين فروم كيلد او ان اكتيف اورجانيزم، زي ايه؟ زي الانفلونزا، زي التيتانوس والدفتيريا والبرتاسس. قال لك كل بريجننت وومن irrespective of their prior history to maximize the maternal antibody response and positive antibody transfer to the infant. Optimum timing بتاعه بيتاخد من امتى؟ من اول السابع براحتها بقى لغايه 36 اسبوع. ايه تاني الاميونيزيشن؟ هيباتيتس بي، هيباتيتس اي، نيوموكوكس، المننجوكوكس، ده في الانيوجوال اوت بريك، التيفويد نوت روتينلي ريكومندد. يعني دي الحاجات اللي ايه؟ السيف اميونيزيشن. الانفلونزا، التيتانوس والدفتيريا والبرتاسس، هيباتيتس اي وبي، النيوموكوكس ده اونلي هاي ريسك وومن، المننجوكوكس في الانيوجوال اوت بريك، التيفويد نوت روتينلي ريكومندد. الحاجات الانسيف دي، الحاجات الانسيف دي اميونايزيشن اللي هو الانتيجين فروم ليفنج اتينويتد اورجانيزم، زي ايه؟ اوعى تدي الام ام ار اللي هو المامبس والميسلز والروبيلا، البوليو، اليلو فيفر، والفاريسيلا. يبقى تاني احنا اتكلمنا ايه؟ اتكلمنا بسرعه بسرعه خالص على اول حاجه، عرفت ازاي الوليه حامل، عرفنا ازاي ان انا احسب لها الجستيشنال ايج، عرفنا الهاي ريسك ايه، عرفنا النورمال الحاجات اللي هتحصل اثناء البريجنسي، عرفنا الكومبلين الشهيره بتاعت الحوامل، عرفنا في الاخر الاميونايزيشن. نخش لموضوعنا اللي هو الانتي نيتال كير. ايه الانتي نيتال كير ده؟ ده عباره عن سيستميك سوبرفيجن، عباره عن اكزامينيشن وادفايس وانفستيجيشن اللي انا بعملها ديورنج بريجنسي للوليه الحامل. الانتي نيتال كير ريفيرد تو ذا كير جيفنج تو اكسبكتنت مذر فروم ذا تايم اوف كونسبشن لغايه الولاده، من اول ما عرفت انها حامل تعالي بقى يا ستي عندي، في سكيدجول كده هنقوله دلوقتي، هتجيلي كل قد ايه، هنعمل ايه كل زياره، هدفنا ايه من الانتي نيتال ده، ايه الهدف بتاعنا اهو. اول حاجه سكريننج الهاي ريسك، بريفنت او ديتكت تريتمنت او تريتمنت اد ذا اني ايرليست كومبليكيشن، ان انا اعرف ميديكال سيرفيولانس اند بروفلاكتيك، ايديوكيت المذر اباوت ذا فيسيولوجي اوف بريجننسي اند ليبر باي ديمونستريشن وتشارت ودياجرام. يعني ابتدي اشرح لها ان الحاجه دي حاجات فيسيولوجي، والحاجات اللي هتحصل دي هتحصل لك هتحصل لك، الحاجات الفيرست تريمستر والسكند تريمستر والثيرد تريمستر، النوزيا والفوميتنج ده وارد ان يحصل لك، الفريكوانسي اوف ميكتيوريشن،
بطني وظهري واجعك ده لازم، فاركوس فين في رجلك، بليدنج جامز هيحصل، الحاجات دي كلها ان انا لازم افهمها للعيانه قبل ما، عشان تبقى ايه العيان ما يعرفش حاجه، فهي اول خصوصا البرايمي، البرايمي دي اول تجربه ليها، فانت لازم تفهمها الدنيا ماشيه ازاي. طبعا تقول للكابلز البليس والتايم والمود اوف ديليفري، طبعا ده هتشرحه، ان انت هتقول للكابلز النيد اوف فاميلي بلاننج لو بعد الولاده هتشرح لها ايه واهميه البريست فيدنج. يبقى انا اتكلمت على الديفينيشن، وقلنا الديفينيشن ده مهمته ايه، ان انا الكير اللي انا بديها للاكسبكتنت مذر من اول يوم الحمل لغايه الولاده، وقلنا الايه بتاعته ان انا اعرف الهاي ريسك، الست اللي جايه لي دي دايابيتك وهايبرتنسيف، انت ما ينفعش تولدي في البيت ولا تولدي عندي في العياده، لا ده انت هتولدي في المستشفى، والطفل بتاع الدايابيتك ده هنقول في المحاضرات ده لازم مش عارف بينزل له نفسه عامل ايه، ولازم يحتاج حضانه. الست اللي عندها الهايبرتنشن قبل الحمل، تخلي بالك السولت، ما اوعي تاخدي سولت، العيانين دول ممكن اضيف لهم حاجه اسمها لودوز اسبرين، خلي بالك يا ستي وارد ان الضغط بتاعك لازم كل زياره هنقيس الضغط بتاعنا، العيانه دي اعرف الهاي ريسك ايه. لا الست دي جايه لي زي ما بيقولوا بيضه مقشره، ما عندهاش اي حاجه ولا فاميلي هيستوري ولا 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 ولا، مش احنا زي ما قلنا الهاي ريسك ده ممكن اعرفه، لكن الست دي ولا ابويا ولا امي ولا عيلتي ولا حد فيهم حصل له حاجه، الست دي جايه لك على الفرازه، اعرف ان انا لو حصل كومبليكيشن اعرف اتعامل معاها بدري. يبقى انا اعرف الكومبليكيشن، وانا بعمل سكريننج للدايابيتس مثلا وطلع الست دي السكر بتاعها عالي، طب انا هعمل كونفيرماتوري تيست اتاكد ان حصل ان دي فعلا دايبيتك ولا لا. يبقى انا ديتكت وتريتمنت، كل ما اعمل تريتمنت بدري كل افويد الكومبليكيشن. ماشي، بعد كده هنخش على ايه هي الاوبجكتيف. ايه الاوبجكتيف؟ قال لك انشور ا نورمال بريجنسي ويز ديليفري اوف ا هيلثي بيبي فروم هيلثي ماذر، يعني انا عايز عيل سليم وام سليمه. Delivery of single baby in a good condition at term with no maternal complication. الفيرست فيزيت هتجي لي هعمل ايه بقى؟ في هنقول السكيدولز بتاع الفيرست فيزيت امتى؟ اللي بيقول لك هتعملها كل 4 اسابيع او كل شهر لغايه 28 اسبوع. بعد كده كل اسبوعين لغايه 36 اسبوع. بعد كده كل اسبوع لغايه التايم بتاع الليبر. هنقوله في سلايد موجود. فبيقول لك هنا ايه هنعمل ايه؟ اكسس فيرست فيزيت الهيلث ستاتس اوف ذا ماذر اند ذا فيتوس وسكرين اوت اوف ذا ريسك اوف بريجننسي اند فورميليت البلان اوف سبسيكوينت مانجمنت. هاخد هيستوري، هاخد اكزامينشن، هاخد انفستيجيشن. الهيستوري بقى والكومبلين والباست هيستوري والاوبستاتريك هيستوري زي الهيستوري اللي خدناه في الراوند بالظبط كده. الاوبستاتريك هيستوري منستوال هيستوري فاميلي هيستوري كل ده في الفيرست فيزيت لازم اخده. النيم والايج وجرافيتي والباريتي والادرس والديت اوف فيرست اكزامينشن الامينوريا والكومبلين. ايه الكومبلين؟ اول حاجه نوزيا وفوميتنج، الفريكوانسي بتاع الميكتوريشن، في كونستيبيشن، هيفنس اوف بريث، كل دي امثله. الست دي جايه لي اول حاجه باخد منها الهيستوري، حضرتك عرفت ازاي ان انت حامل؟ عملت يورين، عملت سيرم بريجننسي تيست، عملت 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 وعديت الفيرست ترايمستر، كومبلين ولا ما فيش كومبلين ولا ايه؟ انت في اي حد في العيله عنده سكر، عنده ضغط، عنده الست دي انت والده قبل كده كم مره؟ والده مرتين، كل مره ولدت امتى؟ ولدت فين؟ العيل اخباره ايه؟ العيل دخل حضانه ولا لا؟ ايه ولدت طبيعي ولا قيصري؟ في اي كومبليكيشن حصلت ولا ما حصلتش؟ العيل ده رضع بعد الولاده؟ العيل ده دخل حضانه؟ البربيريا معدت سليمه ولا لا؟ ده اللاست منيسوال بيريد اخر دوره جات لك امتى؟ الدوره بتاعت الكوريجولار ولا لا؟ ان انا اعرف عشان اطلع لها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري ريجولار ولا لا؟ الدوره بتاعتك كان عندك هيستوري في كونتراسبشن خدتيه؟ كان عندك هيستوري في بريست فيدنج؟ كل ده عشان اعرف الريلابيلتي بتاع اللاست منيسوال بيريد. فاميلي هيستوري، عندك حد في العيله عنده اي مشاكل ذهنيه؟ عندك حد في العيله عنده سكر، عنده ضغط، عنده حد في العيله كان توينز، حد في العيله، وهكذا. الكومبلين، الكومبلين الشهيره جايه لي بوجع، جايه لي بظهري، جايه لي دم، فاجينال بليدنج. الباست هيستوري هايبرتنشن، دايابيتس، رينال، زي ما بقول لك ايه اعدي على الهيستوري سريعا. الاوبستاتريك هيستوري ديوريشن جرافيتي الباريتي نمبر اوف ليفنج، العيل اخباره ايه؟ الاوبستاتريك هيستوري اللي فات كان اخباره ايه؟ المينستوال هيستوري الايج اوف مينارك المينستوال بيريود مينستوال سايكل دي اوفر سي لاست مينستوال بيريود، واحسب الاكسبكتد ديت بالنيجلي فورمولا.
فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن، فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، فاميلي هيستوري اوف مالتيبل بريجننسي، كل ده في الفيرست فيزيت. الكونتراسبشن يوز بيفور بريجننسي، بتشربي سجاير، بتشربي الكحول، الاكيوبيشن، الدراج هيستوري، بتاخدي حاجه للضغط، انتي هايبرتنسيف، هايبوجلايسيميا، اند ديبريسنت، كورتيكوسترويد، انتي كواجولان، كل ده بفلي العيانه هيستوري. ده الهيستوري اللي احنا خدناه في الراوندات، ده الهيستوري اللي قعدنا اسبوعين نشرح فيه، لازم في الفيرست فيزيت كل ده اقوله. بالنسبه للاكزامينشن بقى، عندي جنرال وعندي ابدومينال. الجنرال اكزامينشن ابييرنس بتاعتنا، الفايتال ساين، البلاد بريشر والبالس والتمبريتشر والريسبيراتوري ريت، الهايت بتاع البيشنت والويت، الانيميا، في جوندس، في اديما، ابص على البريست، ابص على الابدومين، ابص على النيك، الحاجات دي كلها في الجنرال اكزامينشن. اطلب لها سي بي سي، اطلب لها ار اتش، اطلب لها يورين اناليسيز، الحاجات الفي دي ار ال اللي هي فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري، دي مش عارف مش قوي ما بنطلبلهاش قوي كتير، اعمل لها سونار، الحاجات دي كلها لازم اطلبها. ده السكيدول بتاع الانتي نيتال كير، زي ما بقول لك اشوفك يا ستي كل اربع اسابيع لغايه الاسبوع السابع، وبعد كده كل اسبوعين لغايه الاسبوع التاسع، وبعد كده كل اسبوع لغايه الولاد. خلي بالك في الهاي ريسك بضابل الجرعه او بضابل مده الزياره، يعني التايم ده بقصره بخليه، يعني مثلا لو الست دي هاي ريسك يبقى انا اخليها كل اسبوعين لغايه 28 اسبوع، واخليها كل اسبوع لغايه 36 اسبوع، وفي التاسع بقى يا اما هدخل المستشفى يا اما هقول لها انت بقى ايه تجي لي مثلا مرتين في الاسبوع. تاني السكيدول بتاع الزياره ده بيقول لك ان انا اي عيانه هتجيلي امتى، مش هاي ريسك، كل اربع اسابيع لغايه الاسبوع السابع، لغايه الشهر السابع، من الشهر السابع للتاسع حضرتك هتجيلي مرتين في الاسبوع، من اول اليوم التاسع هتجيلي اسبوعيا. في الهاي ريسك هضابل الزياره، يعني اسبوعين لغايه 28 اسبوع، اسبوع كل اسبوع لغايه 36 اسبوع، من اول التاسع هتشوف بقى يا مانج العينه دي، لا دي العينه دي هحجزها في المستشفى، العينه دي بلاسينتا بريفيا مثلا، العينه دي اكريتا، لا 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 ده انا هحجزها في المستشفى عشان وارد انها تخش في اتاك في اي وقت، لا 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 دي العينه دي مايلد بريكلامسيا وارد انها تقلب بسوبر امبوزد ولا اي حاجه، لا 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 دي خليها في المستشفى، العينه دي دايابيتك، لا ده انت هتروحي لهم يا ست المستشفى تتحجزي لغايه ما هيدوكي ميعاد 38 اسبوع يعملوا لك ترمينيشن. فقال لك الـ WHO بقى ملخصت، قالت لك اتليست اربع زيارات، اول واحده اللي هي في خلال 16 اسبوع، بعد كده قالت لك من الاسبوع ال 24 لل 28، الزياره الثالثه عند اول الثامن، الزياره الرابعه عند اول التاسع. هدف الزيارات المتتاليه ايه؟ الفيتال والبينج، ان انا اعرف اللاي والبرزنتيشن والبوزيشن، ان انا اشوف الام دي انيميك بريكلامسيا، اشوف الامنيوتك فلويد فوليوم بتاعه، حاجه اسمها امنيوتك فلويد اندكس، الجروس بتاع البيبي، هل البيبي ده في انترا ترايل جروس ريتارديشن ولا لا، ان انا اشوف ايه اورجانيز السبيشاليست انتي نيتال كير اند انتي نيتال كلينكس ويز كاردياك ديزيز او الدايابيتس، يعني لو الست دي مثلا عند كاردياك، الست دي دايابيتك، لازم هحول العيانه لحد اوت بيشنت معايا، يعني واحد مثلا بتاع دكتور باطنه، دكتور قلب، دكتور مش عارف ايه، كل ده وانا بعمل فولو اب للعيانه دي لازم يبقى معايا. سيلكت التايم فور الترا ساوند فور امنيوسنتيزيس، لو انا محتاج الحاجات دي، لا لو انا هعمل لها امنيوسنتيزيس هعمل لها كرونيك فيلا سامبلنج، دي عشان الدايجنوز للكونجنتال انوميلي، الست دي هعمل لها دايجنوز للكونجنتال انوميلي، فممكن اقول لها ده احنا هنعمل لك الامنيوسنتيزيس في اليوم الكذا، هنعمل لك في الشهر الكذا، لا مش بنحتاجه كتير قوي. هنا زي ما بقول لك هنا نفس الكلام، الجنرال اكزامينشن لخصناه في ويت وبلالور واديما كومبلين فيتال موفمنت والديت اوف كويكنينج والجستيشنال ايج والهيلث ايديوكيشن والتريتمنت اي فيها كومبليكيشن ولا حاجه. ابدومينال اكزامينشن اعمل ايه في الابدومينال اكزامينشن؟ انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. انسبكشن هبص على سوري يا جماعه معايا دكاترة؟ دكاترة ايه الاخبار؟ تمام.
انسبكشن وبالبيشن وبركشن وسكالتيش. الانسبكشن هبص على ايه؟ هبص على الشيب بتاع اليوترس، الحاجات العلامات الاسترايه، اللينيا نيجرا اللي هو الخط اللي في النص ده من اول الامبلايكس لغايه السيمفيس بيوبس، لو في سكار، لو في فيتال مومنت اقدر ابص عليها. ده الملخص يعني ان انا ببص على ايه بالانسبكشن. طبعا بالبالبيشن خدنا في الراوندات وعرفنا اول حاجه اسمها ايه، الفاندل ليفل والفاندل جريب والفيرست بيلف جريب والسكند بيلف جريب، كل ده عارفينه وعرفنا ايه الهدف منه، ايه هو اسسمنت الفيتال اللي هو الفاندل ليفل، عرفنا بنعمل ايه، موقف على يمين العيانه وعشان ايه، واعمل بايديا اليمين بوشنج اليوترس سنترالي كوركت الديكستر روتيشن. طبعا كل ده كلام ايه للنظر البحت، كل ده تعليمي. انا في اللي يكفي الفيرست فيزيت اعمل لها فيرست بيلفيك وسكند بيلفيك؟ لا طبعا، انا بالسونار هقدر اعرف ده كله، هقدر اعرف اللاي، هقدر اعرف البرزنتيشن، هقدر اعرف ضغطه مش ضغطه، ماسك البروبه هحط اعرف. لكن ده مجرد الكلام ايه التعليمي بس. الفاندل ليفل كوركشن للديكستر روتيشن، وبالانر ليفر بتاع ايه الليفت هاند ابتدي انزل اعرف الديوريشن بتاع البريجنانس ازاي، ان انا عمل لك علامات عند السيمفيس بيوبس مش عارف 12 اسبوع، عند الليفل بتاع الامبلايكس 24 اسبوع، عند زيف ستيرنم 36 اسبوع. طبعا ده بالسونار هعمل ده كله، يبقى انا هعرف الديوريشن ازاي عن طريق الحاجه اسمها الفاندل ليفل. وبعد كده عرفنا ان كل ما بيعلى الفاندل ليفل عن ال 36 كل ما بينزل لتحت، يعني عند ال 38 اسبوع نص التاسع مش هيخرج من الزيف ستيرنم، لا ده هتلاقيه نزل لك الفاندل ليفل تحت شويه. عند 40 اسبوع ده هيحصل لك نزل للتاني للفاندل ليفل، ليه؟ عشان بيحصل حاجه اسمها الهيد انجيجمنت. وبعد كده رحنا دخلنا على بعد الفاندل ليفل حاجه اسمها الفاندل جريب. ايه الفاندل جريب ده؟ حاطط ايديا عند الليفل بتاع السيمفيس بيوبس واشوف ايه الفيرست بارت بتاع البيبي اللي هنا اللي تحت. وقلنا عندنا ده هدفه ان انا اعرف البرزنتيشن بتاعه ايه، اللي هو الفاندل جريب. لا الفاندل جريب سوري فاندل جريب ده ان انا حاطط ايدي عند الليفل بتاع الفاندس. ايوه حاطط ايديا عند الليفل بتاع الفاندس، اسمه ايه؟ فاندل. يبقى انا حاطط ايديا عند الليفل بتاع الفاندس، هدفه ان انا اعرف البرزنتيشن. ازاي البرزنتيشن؟ ايه هو الديفينيشن بتاع البرزنتيشن؟ اللي هو الفيرست بارت بتاع البيبي اللي بينزل تحت الماترنال بيلفس. البرزنتيشن عندي خمسه برزنتيشن. انا لو حاطط ايديا في الفاندل ليفل ولقيت حاجه زي باتوكس اعرفها ازاي؟ انها لارج سوفت نوت تندر نوت بالاتابل، يبقى البرزنتيشن ده ايه؟ كيفاليك برزنتيشن. وده الانسيدنس بتاعته 96%. يعني بعكس الموضوع، انا في الفاندل سوري في الفاندل جريب. ايه الفاندل جريب؟ يبقى ايديا الاثنين عند الفاندس، واحده بوش والثانيه فيل، عايز اشوف ايه البارت بتاع البيبي الاوكيوباينج الفاندس بتاع اليوترس. لو لقيت حاجه لارج، حاجه سوفت نوت تندر نوت بالاتابل، ده اللي اسمه الباتوكس. يبقى البرزنتيشن ايه؟ هعكس، مش هقول ان ده باتوكس يبقى انا هقول لا، البرزنتيشن ده الباتوكس فوق، يبقى البرزنتيشن كيفاليك برزنتيشن، وده 96%. لا ده انا لقيت فوق في الفاندس حاجه هارد، حاجه سمول، حاجه تندر، حاجه بلاتابل، يبقى ده هيد اللي فوق، يبقى البرزنتيشن ايه؟ بريتش برزنتيشن، وده 3.5%. حطيت ايديا عند الفاندس وما لقيتش حاجه، ايديا بتلعب في ميه، مش لاقي لا هيد ولا لاقي باتوكس، يبقى ده العيل ترانزفيرس برزنتيشن، ترانزفيرس او شولدر برزنتيشن، ده الانسيدنت بتاعته 0.5%. ده فايده ايه الفاندس؟ ما اعرفش عملت الفيرست بيلفيك. فيرست بيلفيك اللي هو ايه؟ ان انا حاطط ايديا الاثنين عند الليفل بتاع السيمفيس بيوبس، ده هدفه ايه؟ ان انا اكد على البرزنتيشن بره، يا كيفاليك يا ب... 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 يا كيفاليك برزنتيشن يا بريتش يا شولدر يا وهكذا. ده طبعا فين؟ في البالبيشن. اسكالتيشن بسمع بقى بالبينارد، بسمع بالدوبلر. قال لك النورمال فيتال هارت ريت من 120 ل 160، لو اكتر من 160 يبقى بتاكي، لو اقل من 120 يبقى برادي كارديا. الانتي نيتال ادفايس دي كل ده هتلاقيه قلناه في الكلام ده كله، الفسيولوجي بتاع البريجنانسي والكلام ده كله. اهم حاجه بقى ان انا اخلي بالك من الدايت. هتيجي تسالك يا دكتور اكل ايه، هتيجي تسالك يا دكتور الريست والسليب الباول، هنقول كل حاجه. بص يا ستي، الدايت بتاعك لازم يبقى بالانسد، يبقى لايت، لازم ريتش ان بروتين والمينرال والفيتامين. وزي ما قلنا مش هناكل مره واحده، مش هناكل ثلاث وجبات، لا ليه؟ عشان النوزيا والفوميتنج والكلام ده كله. هنقسم وجباتنا سمول فريكوينت ميل، هنقسم وجباتنا على مدار اليوم كله.
الحاجات بقى المهمه بقى، الكيلو كالوريز 2500 طول فتره الحمل. الست دي هتاخد قد ايه في اليوم؟ 2500 كيلو كالوريز. البروتين 60 جرام بروتين، الايرن 40 مللي جرام، فوليك اسيد 400 مللي جرام، الكالسيوم 1000 مللي جرام، فيتامين اي 6000 انترناشونال يونت. الجدول ده حفظ 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 حفظ. ليه؟ بيقول لك ما اعرفش الست دي هتاخد كميه فوليك اسيد قد ايه. فوليك اسيد ده اول ما الست تعرف ان هي حامل لازم تاخده في الفيرست ترايمستر. بنكتب دايما في روشتات حاجه اسمها الفوليكاب كوبال اف، ده ايه ده؟ عشان بيمنع حاجه اسمها النيورال تيوبال ديفكت، ده العينات اللي سباينا بيفيدا، الكلام ده كله. الست تيجي تقول لك في اول 3 شهور انا خدت حمض الفوليك يا بيه اللي هو بيمنع التشوهات، هو ده حمض الفوليك ورقته قد ايه، لازم تبقى عارف. الحديد والكالسيوم، الايرون والكالسيوم دول ببتديهم في السكند هاف اوف بريجنسي او ببتديهم من اول الشهر الرابع. ليه؟ عشان الايرون ده الست اساسا عندها جاسترايتس وجايه لك بنار في معدتي، فمش هقدر اكتب لها ايرون في اول 3 شهور، فغالبا بعد الشهر الثالث ببتدي اكتب لها ايرون وكالسيوم. جرعته قد ايه موجوده طول الحمل؟ الست طبعا قاعده اهلها عمالين يزغطوا فيها، ده انت حامل اسم الله عليكي، يا اسم الله يا اختي انت بتاكلي الاثنين، اوف عليكي يا اختي كلي ورجعي. طبعا الكلام ده هتسمعه يعني هتطحن كلام، فانت تقول لها يا ستي انت طول انت في الحمل يا ستي بتاخدي 2500 كيلو كالوري، 2500 كيلو كالوري متقسمهم لايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. بص يا ستي، النوم هتنامي 8 ساعات بالليل وهتنامي ساعتين في النهار لو قدرت تنامي، ما تعمليش مجهود كتير في اول فيرست ترمستر وفي اخر 4 اسابيع. هي طبعا هتخترع لك حاجات عمرها ما كانت بتعملها، يعني في الحمله هتقول لك يا بيه انا عايز اروح الجيم، عمر اهلك ما رحتيه ولا عمرك شفتيه، بس هتقول لك بقى يا بيه اروح الجيم ولا لا. فانت بقى بتدي تدي النصايح، هتقول لها الباور ريجولار باول موفمنت كان بي فاسيليتيتد باي ريجوليشن للدايت وتيك بلنت اوف ذا فلويد وفيجيتابول وميلك. الكويتس شود بي افويدد في الفيرست ترايمستر وفي اللاست 6 ويكس. الست دي تاخد شاور تيك باس ديلي بات كيرفول اجينست سليبنج ان باث روم ديو تو امبالانس، حاسه بتقع في الحمام. الست دي تلبس ايه؟ وير لوس كومفورتابل لبس واسع، هاي هيل ابعدي خالص عن الهاي هيل، هي اساسا انت عندك لوردوزس في الحمل هتلبسي هاي هيل هتبتدي تشتكي من ظهرك اكتر ما ايه مش منه. الدنتال كير احنا بنقول للعيانين ابعدي عن الفيرست ترايمستر، وممكن لو هتقلعي ضرسك هتعملي حشوه هتعملي اي حاجه في الرابع والخامس والسادس، وبعد كده في السابع نرجع نقول لها بلاش. اهم حاجه كير اوف ذا بريست اف ذا نيبل ار اناتوميكالي نورمال. اذا كانت البريست دي، ممكن تلاقي الست تيجي تقول لك انا بيبقى رضع بلاقي الحلمه بتاعه البريست مش موجوده او الحلمه مختفيه، فانت بتقول لها يا ست ان انت ممكن تحركيها وذروه للنيبل دي، ممكن تكتب لها على حاجه، بس الحاجات دي ممكن تكتب لها في الشهر التاسع، بلاش في ايه في اول الشهور. الترافلنج يا بيه عايزه اسافر دبي، عايزه اسافر طبعا. هتقول لها ايه؟ افويدد في الفيرست ترايمستر في اخر 6 اسابيع ببلاش. الاير ترافلنج از كونترا انديكيتد في البلاسينتا بريفيا في البريكلامسيا في السيفير انيميا. السموكينج والكحول بلاش خالص طبعا في الحمل، انها بتؤدي الى اي جو ار، تؤدي الى كونجينيتال انوميلي، تعمل ابورشن، انتراترين جروس ريتارديشن. الاميونايزيشن زي ما قلنا يا جماعه، الاميونايزيشن السيف والانسيف. بس تقريبا يا جماعه دي هي المحاضره اللي احنا ايه حاولنا الاول خالص قعدنا نتكلم عنها، وبعدين قلنا على الحاجات المهمه بتاعه الانتينيتال كير. الاسئله اللي هتجي لك مثلا، ممكن يجي لك سؤال عن الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، اجيب لك لاست منستر بيرو تطلع لي منه الاكسبكتد ديت اوف ديليفري ايه. ممكن اجيب لك سؤال تاني زي ما قلنا الدوز بتاعه الحمض الفوليك في الفيرست ترايمستر قد ايه. ممكن اجيب لك حاجه في السكيدولز بتاعه الانتينيتال كير، موضوع سهل وبسيط مش محتاج اي حاجه. بس اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمحاضره في الاجواء الجميله دي، وكل سنه وانتم طيبين.